أنعم الله أوقاتكم بكل خير مشاهدي الأكارم، وأهلا وسهلا بكم إلى عدد جديد مع الحدث والذي نتناول فيه لنهار اليوم مستجدات المشهد الليبي برسم الانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر الجاري، 17 يوما إذن تفصلنا عن هذا التاريخ. لكن حتى الآن قائمة المترشحين النهائية والرسمية لم يعلن عنها بعد، كذلك مخاوف من فلات أمني بسبب الإعلان عن هذه القائمة، ودعوات حتى لتأجيل هذه الانتخابات الأولى من نوعها في تاريخ ليبيا. أسئلة كثيرة ومحاور يفرضها المشهد الليبي اليوم، سنحاول إثارتها مع ضيفي، حيث أسعد باستضافة الدكتور جمعة القماطي وهو رئيس حزب التغيير الليبي، ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من طرابلس، وكذلك رشيد علوش محلل سياسي ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من الجزائر. لو أبدأ معك الأستاذ الدكتور جمعة القماطي رئيس حزب التغيير الليبي، هل يمكن أن نقول أن الأوضاع الآن في ليبيا تتجه نحو الاتجاه الإيجابي برسم هذه الانتخابات التي تعد لها ليبيا، لكن حتى اليوم كل تقريبا الأخبار هي سلبية، دعوات لتأجيلها، قائمة المترشحين النهائية والرسمية ما زالت وفق ما يسميه البعض التطاحن القضائي، ما رأيك في كل هذه المعطيات؟ هل نحن نتجه نحو الاتجاه الإيجابي؟ نعم، مساء الخير وتحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين الكرام. الصورة هنا في طرابلس ما زالت ضبابية جدا، وما زال هناك مخاوف وهواجس وعدم ثقة بأن هذه الانتخابات الرئاسية ستنطلق في موعدها أو الجولة الأولى منها تنطلق في موعدها في 24 ديسمبر كما تفضلت. لم يبقى إلا 17 يوما إلى الآن لا توجد القائمة النهائية الرسمية للمترشحين، لم تعلن عنها المفوضية العليا للانتخابات، ولم تنطلق الحملات الانتخابية الرسمية، ويفترض أن هذه الحملة تأخذ ما لا يقل عن 3 أسابيع وتتخللها مناظرات بين المترشحين المختلفين. كل هذا لم ينطلق بعد. وسط أيضا دعوات وتشكيك في الجانب القانوني من هذه الانتخابات والطعون التي تمت ورفضت، وكذلك هناك من ما زال يرفض قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره مجلس النواب ويحتج عليه. اليوم كانت هناك جلسة لمجلس النواب في طبرق، حضرها مجموعة صغيرة جدا من النواب لم تتجاوز 20 من أصل 180 نائب، وكل ما أسفرت عنه هذه الجلسة أنهم شكلوا لجنة من 5 نواب ستتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات وتناقش معها العراقيل الموجودة أمام هذه الانتخابات الرئاسية. وبالتالي يمكن أن نقول بنوع من الثقة أنه للأسف لن تتم الانتخابات في موعدها، وأنا أتكلم عن الانتخابات الرئاسية طبعا لأن هناك انتخابات برلمانية يفترض أن تأتي بعد ذلك في الجولة الثانية. لن تكون هناك انتخابات رئاسية في موعدها، وعلى أفضل التوقعات سيكون هناك تأجيل ربما لعشرة أيام أو أسبوعين أو أكثر، أو قد تؤجل إلى فترة أطول بكثير من ذلك. طيب قانونيا سيد جمعة قماطي، قانونيا وسياسيا في ليبيا هل يمكن أن نتحول فعلا إلى هذا المشهد، مشهد التأجيل بالروية المطلوبة وبالتوافق السياسي، أم أن هناك أطراف تكاد تحسم فوزها وتتمسك بهذا التاريخ وبإجرائه وبظروفه، وبأن الأمور يمكن أن تتم في نصابها تماما كما كان مبرمج؟ الأطراف التي كانت تتمسك بهذا التاريخ وتضغط في اتجاه أن تجرى الانتخابات في موعدها في كل الظروف أصبحت الآن تغير في مواقفها حسب المترشحين وحسب المنافسين. أعطيك مثلا، في البداية لم يكن واردا أو من المؤكد أن رئيس الحكومة الوحدة الوطنية الحالي السيد عبد الحميد دبيبة سيكون من المترشحين. كان منافسيه يعتقدون أن دبيبة لن يتمكن من الترشح أو لا يحق له أو أنه قانونا يجب أن يمنع من الترشح، ولكن الآن أصبح عبد الحميد دبيبة من المترشحين وأصبح هو الأكثر احتمالا بالفوز حسب
استطلاعات الرأي وحسب توقعات الشارع. من هذا المنطلق الآن مثلا الجناح الذي يمثله خليفة حفتر أو حفتر وتياره أصبحوا الآن عندما شعروا بأن دبيبة سيفوز بهذه الانتخابات أو ستكون فرصته هي الأقوى والأعلى، أصبحوا الآن يتكلمون عن أو يشككون في هذه الانتخابات ويتكلمون عن ربما احتمالية تأجيلها أو إعادة النظر فيها، وبالتالي المواقف تتغير وتتبدل حسب فرص المترشحين. نعم، شكرا دكتور جمعة قماطي. حتى نوزع حتى نوزع النقاش لو سمحت. نعم. وبالتالي اصبحوا ايضا يراجعون حساباتهم وفق هذا الامر. نعم دكتور جمعة قماطي، حتى نوزع النقاش نتحول رشيد علوشة المحلل السياسي ينضم الينا، هو الاخر من الجزائر. رشيد، عندما نتحدث عن انتخابات اولى من نوعها فارقه في تاريخ ليبيا بعد الاحداث التي عرفت وغير ذلك، ثم ندخلها بمثل هذا المشهد بمثل هذا الارتباك، حتى اليوم لا نعرف من هم المترشحين. تعرف أن كان فيه ما سمي في ليبيا التناطح القضائي، محكمة تعطل وتمنع ترشح القذافي وحفتر، ثم بعدها مجلس الاستئناف يرصبه. حتى اليوم حتى نحن في قاعات التحرير وأنتم محللين سياسيين تقريبا تعرفون أن الأمور باتت متحركة، حتى الآن لا نعرف من هو المترشح وهل يتمسك به. استعمل البعض القوة لمنع طعن البعض، الآن المفوضية هي محل انتقاد من الكثيرين. هذا المشهد عمليا لو جمعناه، 24 ديسمبر سوف تكون هناك انتخابات في ليبيا؟ تحية طيبة أستاذ عدوان، شكرا جزيلا على الاستضافة الطيبة، وتحية طيبة أيضا للضيف الكريم من طرابلس ولمشاهدي قناة الحياة الكرام. وبداية أستاذ رضوان، لو نعود إلى حيثية الانتخابات أو خلفية العملية الانتخابية في مجملها، كما قلت بداية في مقدمتك أنها تعتبر الانتخابات الأولى من المزمع تنظيمها انتخابات رئاسية بعد تنظيم انتخابات برلمانية في 2012 أفرزت لنا المؤتمر الوطني العام، وأيضا الانتخابات البرلمانية الثانية في 2014 التي كانت سببا في انقسام المؤسسات بين الشرق والغرب بحكومة الوفاق الوطني، وأيضا مجلس النواب الذي ما زال منعقدا إلى اليوم. من ناحية ربما القبول باللعبة الديمقراطية والقبول بالعملية السياسية من طرف مجمل الفاعلين على مستوى الساحة السياسية، يعتبر هذا الأمر الإيجابي الأول، لأنه خفتت أصوات المدافع وأيضا الكل أخفى سلاحه في انتظار ربما الفرصة لإعادة التلويح بالقوة العسكرية. هذا الأمر الإيجابي الوحيد من ناحية أنهم الآن يقبلون باللعبة السياسية، يعملون على الوصول إلى السلطة عن طريق الانتخابات، يقبلون أيضا بالقوانين الانتخابية التي حددتها المفوضية وأيضا أقرها البرلمان. ولكن الإشكاليات المطروحة في هذا السياق هو أنه كان هناك عدم توافق عندما تم إخراج هذه القوانين، نظرا لعدم وجود قاعدة دستورية تستند عليها قوانين العملية الانتخابية، وأيضا نظرا لعدم التوافق بين مجلس الدولة وبين مجلس النواب لإخراج هذه الانتخابات. الأمر الذي ربما قوض العملية وقوض أيضا القوانين التي من الممكن أن توصل الأجسام السياسية، خاصة في ما يتعلق بالرئاسيات. لو نفرض جدلا بأنه سيتم إخراج القائمة الانتخابية، واليوم هو اليوم الأخير بالنسبة للمفوضية العليا للانتخابات لإعلان القائمة النهائية للمترشحين لخوض غمار رئاسيات في 24 ديسمبر المقبل، تظهر هناك إشكاليات في ما يتعلق بإمكانية إجراء الحملة الانتخابية بالنسبة للمرشحين المحتملين لأن يكونوا هم رؤوس القوائم الانتخابية، خاصة بالنسبة لخليفة حفتر أو سيف الإسلام القذافي، أيضا دبيبة وحتى فتحي بشغة. هذه الأطراف الأربعة هل بالإمكان أنها تقوم بحملتها الانتخابية في مجمل الدولة الليبية؟ هل يمكن لخليفة حفتر أن يذهب إلى طرابلس وينظم حملة انتخابية وينظم تجمع شعبي في طرابلس بعدما حاول اقتحامها بالقوة وارتكب العديد من المجازر، خاصة في مدينة طرهونة أو في ما يعرف بالمقابر الجماعية في مدينة طرهونة؟ رشيد علوش، سنعود إلى الحملة الانتخابية وآجالها، لكن حتى الآن هي مربوطة بعمل المفوضية الليبية للانتخابات. بالمرة أعود إليك دكتور جمعة القماطي، رئيس حزب التغيير الليبي. الآن المفوضية الليبية للانتخابات الآن تقريبا تكاد تكون في موقف لا تحسد عليه، عملها رأيناه كيف أصبح نتيجة تجاذبات وما سميتموه في ليبيا تناطح القضائي. اليوم هل يمكن أن نقول بأنها أمام التحدي الأصعب عندما تخرج لكل الليبيين وتقول هذه هي القائمة النهائية والرسمية للمترشحين؟ الآن سياسيا إلى أين تمضي ليبيا إذا كانت فيه البعض يقول مفاجأة
المفاجآت إذا رسم حفتر وسيف الإسلام والدبيبة، ونحن نقول هؤلاء لأنهم يثيرون الجدل داخل ليبيا حتى الآن؟ نعم، من الناحية القانونية والقضائية انتهت مرحلة الطعون في المترشحين، والمواقف الأخيرة أو القرارات الأخيرة النهائية للمحاكم أو للجان القضائية هي بقبول كل المترشحين الذين تم الطعن ضدهم، وبالتالي الآن أصبح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر وعبد الحميد دبيبة من المترشحين الرئيسيين الذين سيكونون في قائمة الترشح. ولكن المفوضية من الناحية القانونية هي تتبع مجلس النواب، واليوم مجلس النواب عقد جلسة كان العدد الذي حضر قليل جدا، وكان الغرض هو استدعاء المفوضية ومساءلتها حول العراقيل وسير العملية الانتخابية. وبالتالي الآن أمام المفوضية أمرين، الأمر الأول هو من الناحية اللوجستية والفنية والزمنية، هل يمكن المضي بإجراء الانتخابات الرئاسية الجولة الأولى في 24 ديسمبر؟ الكل يكاد يجزم هنا أن هذا يصبح من الصعب جدا أو من المستحيل، لأنه لم يبقى إلا 17 يوما ولم يتم نشر القائمة الرسمية النهائية بعد، ولم تنطلق الحملات الانتخابية، وبالتالي أمر التأجيل وارد جدا وبقوة. التأجيل قد يكون لمدة 10 أيام أو أسبوعين، أو قد يكون لمدة أطول وفترة أطول نتيجة الخلاف السياسي والانقسام السياسي ونتيجة تراجع في المواقف من بعض المترشحين. وهذه نقطة مهمة يجب التذكير بها، أن بعض المترشحين الذين كانوا يعتقدون في البداية أن حظوظهم عالية جدا مثل حفتر، أصبحوا يدركون اليوم أنه بدخول عبد الحميد دبيبة وسيف الإسلام القذافي على المشهد الانتخابي وعلى السباق أصبحت حظوظهم أقل بكثير، وبالتالي قد يفكر حفتر وجناحه في عرقلة الانتخابات ومنعها وليس الخوض فيها والخسارة من خلال الصندوق، التي ستضع حفتر في وضع محرج جدا أمام المجتمع الدولي إذا ما خسر من خلال الصندوق ثم عرقل النتائج ولم يعترف بها. وبالتالي المشهد متحول، المشهد متغير من الناحية القانونية واللوجستية. قد تنعقد، قد يتم إجراء الانتخابات مع تأخير في الزمن، ولكن من الناحية السياسية ومن مواقف بعض الأطراف الرئيسية المترشحة قد تكون هناك عرقلة حقيقية لمنع هذه الانتخابات خوفا من الخسارة. المحلل السياسي، بالعودة إليك الآن، الهاجس والتخوف هو من وقوع انفلات أمني. تعرف أن سيف الإسلام حتى عندما ذهب محاميه من أجل أن يودع طعنا إلى ذلك حوصر في المحكمة وطرد القضاة إلى ذلك، وفق هذا المشهد وحتى تهديدات بالعنف والمظاهرات في حال كان اسم القذافي في اسم من قائمة المترشحين، والعكس كذلك بالنسبة لخليفة حفتر. في تقديرك الآن، هل يتوجه المشهد الليبي إلى احتمالات مفتوحة بما فيها العودة إلى الانفلات الذي ربما الانتخابات والمسار الذي دخلت فيه هو من أجل إنهائه وإنهاء كل هذا ما هو موجود داخل المشهد الليبي من انفلات وفوضى السلاح وإلى ذلك؟ هو لو نعود أستاذ رضوان إلى هذه الإشكالية بالنسبة إلى إمكانية العودة إلى الانفلات الأمني، ستيفاني ويليامز التي تم تعيينها بالأمس فقط من طرف الأمين العام للمتحدة أنطونيو غوتيريش عندما عينها كمستشارة له في ليبيا للأمم المتحدة في ليبيا، قالت بأنه لن نقبل، الأمم المتحدة لن تقبل، وحتى واشنطن أيضا لن تقبل أن تمثل، أن تكون الانتخابات إشكالية أو تمثل إشكالية جديدة في ليبيا. بالعودة أيضا إلى التهديد بالسلاح، ورأينا أنه حينما حصرت ميليشيا طارق بن زياد التابعة لخليفة حفتر المحكمة الابتدائية في سبها رفضا لتقديم الطعن من طرف محامي سيف الإسلام القذافي، كان هناك تهديد صريح من طرف العديد من المجتمعات أو العديد من المجموعات المسلحة التي تتبع لسيف الإسلام القذافي بأنها ستعود بالعمل، بأنها ستضغط بالقوة العسكرية لتقديم ملفها للطعن في عدم قبول ملف سيف الإسلام القذافي. الآن لو نعود إلى حقيقة المشهد على مستوى الميدان، نتأكد صراحة على أنه كل الملفات فيما يتعلق بملفات الترشح هي الآن أصبحت في يد القوى الأجنبية المنخرطة والمتورطة في الأزمة الليبية منذ 2011، أو حتى الدول التي ما زالت إلى حد الآن لم تقبل بما صارت الحل السياسي، لأنه حصتها فيما يتعلق ببرامج أو حصصية فيما يتعلق ببرامج إعادة الإعمار، وخاصة في ما تملكه ليبيا من نفط وغاز،
علما بأنه تم الحديث في اليومين الماضيين فقط على أنه كان هناك توافق بين فرنسا وبين إيطاليا أيضا وحتى بين مصر لتأجيل العملية الانتخابية برمتها والتحضير أيضا لمؤتمر ربما سيكون جامع بين القوى الداخلية التي ستترشح للانتخابات في مصر وحثها وإلزامها على أهمية أن تقبل بالعملية الانتخابية وتقبل بنتيجة الانتخابات، لأنه المشكل ليس فقط تنظيم الانتخابات وإنما القبول بنتائج الانتخابات وأيضا أن تكون الانتخابات شاملة في مجمل الإقليم الليبي. أما طيب من ناحية رشيد علوش ربما أستاذ رضوان من نقطة التدخل الأجنبي رجاءً، عندما تحدث عن التدخل الأجنبي الآن في هذا الموقف، التدخل كيف يضغط من أجل التأجيل؟ وإذا لم يكن هناك تأجيل كيف يضغط من أجل أن يكون من أجل هذا المترشح أو ذاك، علما أنه على الأرض حتى مسألة مرشح واحد له نفوذ وامتداد غير واردة عمليا وحسابيا، حفتر ومعقله وميليشياته التابعة له والقذافي وكذلك قبائله ودبيبة وبعض رجال الأعمال وذلك. الآن عندما نتحدث عن تدخل أجنبي كيف نتصوره يعني ميدانيا؟ هو من ناحية أستاذ رضوان من ناحية القوى الفاعلة الخارجية التي هي كانت متورطة وكانت أيضا منخرطة في الأزمة، بداية بدول الجوار التي كانت منخرطة ومتورطة أو وصولا إلى الدول الإقليمية وحتى على مستوى النظام الدولي بين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية ترفض أن يتقدم سيف الإسلام القذافي للانتخابات وبدرجة أقل خليفة حفتر. من ناحية روسيا هي مصرة على أن يتم إشراك سيف الإسلام في العملية الانتخابية وأن لا يكون هناك إقصاء لأي طرف أو لأي مكون اجتماعي في ليبيا حفظا لنجاح العملية الانتخابية. بالعودة أيضا لدول الجوار ومن بينهم مصر في هذا السياق، كانت في البداية داعمة لخليفة حفتر ولكنها تأكدت بأنه لن يمثل حقيقة المصالح المصرية في ليبيا، لذلك فإنها اتجهت لدعم سيف الإسلام القذافي بعد مراهنتها في ما مضى أيضا على دبيبة فيما يتعلق بربما مساعدته في العملية الانتخابية. ولكن لو نعود إلى مجمل من ترشحوا وقدموا ملفات ترشحهم فسنرى أن العدد الأكبر قدموا من عواصم أجنبية في تقديم ملفاتهم مدعومين أو مزهوين بدعمهم من طرف العواصم التي قدموا بها. أقول بأن الحسم سوف يكون خارج ليبيا وليس داخلها، يعني الأمر سيحسم تقريبا كل ما سيتم داخليا هو ماذا؟ ديكور أم ماذا؟ الأمور الداخلية من الناحية العملية السياسية، لأنه الآن يجب أن نعود إلى النقطة المركزية في الأزمة الليبية، أن ليبيا إلى حد الآن ما زالت تخضع للبند السابع في الأمم المتحدة، مجلس الأمن في البند السابع، كل الأموال الليبية ما زالت مجمدة، كل المشاريع التي يتم الحديث على أنه سيتم إعادة تفعيلها لابد أن تكون هناك سلطة سياسية داخلية متوافق عليها بين الليبيين ونتجاوز مسألة الشرعية وبالتالي نخرج ليبيا من الفصل السابع، ويمكن في هذا الإطار أن نتصرف في أموال الليبيين ونتصرف أيضا في خيارات الليبيين، وبالتالي لا مناص بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية على إجراء الانتخابات، لأن هذا الملف يمثل أيضا نقطة مركزية فيما يتعلق بإخراج المرتزقة، لأنه تركيا وروسيا أو حتى الدول التي تملك مقاتلين أجانب داخل ليبيا الآن تراهن على أنه في حال ما إذا قبلت إخراج مرتزقتها وإخراج أيضا مقاتليها الأجانب في ليبيا يجب أن تكون هناك سلطة سياسية جرى انتخاب، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية من أجل هذا. أستاذ رشيد علوش لو سمحت لي أستاذ رشيد علوش المحلل السياسي لو سمحت لي حتى أنهي مع الدكتور جمعة القماطي رئيس حزب التغيير الليبي في أقل من دقيقتين. الآن لو كان هذه القائمة كما يتداول إعلاميا في ليبيا، القائمة سوف يكون من أبرزها في المرشحين سيف الإسلام القذافي والمشير خليفة حفتر والدبيبة، الآن أنت كسياسي في تقديرك هل ليبيا يمكن أن تتجه في الاتجاه المرسوم من الحوار الوطني وكذلك الذهاب نحو الاستقرار والمضي إلى انتخابات برلمانية وهكذا؟ هل أنتم في الاتجاه الصحيح في تقديرك الدكتور جمعة القماطي؟ حقيقة أن الأوضاع في ليبيا ليست جاهزة لخوض انتخابات رئاسية يكون فيها رئيس يتولى السلطة التنفيذية بالكامل، لأن ليبيا ما زالت في حالة صراع واستقطاب وانقسام حاد، أي رئيس سيفوز فإن التيارات الأخرى المخالفة له سترفضه ولن تتعاون معه، لو فاز سيف هناك من سيرفضه، لو فاز حفتر هناك من سيرفضه وكذلك الدبيبة، ولكن المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية دفعت بقوة في اتجاه هذه الانتخابات ربما لغرض الحصول على شرعية سياسية جديدة تضغط بها في اتجاه إخراج المرتزقة الروس والفاغنر من ليبيا. أعتقد
أننا لازلنا نحتاج إلى فترة من الحوار وتحقيق نوع من المصالحة الوطنية والهدوء والوفاق والوئام حتى نكون جاهزين لقبول انتخاب رئيس يعترف به الجميع ويتعاون معه الجميع. أما الانتخابات البرلمانية فهي استحقاق ضروري ومتأخر جدا ويجب أن نذهب إليه في أسرع وقت، وبالتالي الغالبية العظمى من الشارع الليبي يدفعون في اتجاه انتخابات برلمانية أولا، ثم إنجاز مشروع الدستور دائم والمسودة جاهزة لذلك، ثم بعد ذلك نذهب إلى انتخابات رئاسية. ربما هذا هو أفضل خيار لتحقيق استقرار حقيقي وخروج ليبيا من حالة الصراع والانقسام. في انتظار ذلك دكتور جمال الكماطي، أكيد يبقى المشهد الليبي مفتوح على جميع الاحتمالات وسوف يكون محل متابعة إعلامية. أشكرك جزيل الشكر دكتور جمال الكماطي رئيس حزب التغيير الليبي، كنت معنا مباشرة من طرابلس. شكرا جزيلا لك. المحلل السياسي رشيد علوش كنت معنا كذلك عبر سكايب من الجزائر، شكرا لك. شكرا لكم كذلك مشاهدينا على طيب المشاهدة، إلى أن نلتقي في أمان الله.